فضيلة الشيخ، أنا قدمت إلى حضرتك اليوم وفي ذهني موضوع شغل الكثير من الناس، وخاصة بين الطبقات أو الأوساط من الناس غير الذين ليس لهم نصيب كافي من العلم ومن الثقافة. شاهدت رجلا يدعي أنه يستطيع أن يجند ويسخر مئات الألوف من الجان، أيوة، يعالج بها الأمراض، يقضي بها حاجات الناس، ويسخرها لمن يشاء ولما يشاء. ما قول سيادتك في هذا؟ كل ده دجل وكل ده نصب، كله دجل ونصب. ليه؟ الناس تنتهز فرصة أصحاب الحاجات الذين ضاقوا بأعذارهم، واللي ضاق بأعذاره ده نفسه حد بس زي ما بيقول الديسك يتلمس أي حاجة، فبيصطادوا دولي بدليل إن هو يقعد يوج شوية في المجتمع، وبعدين بعد شهر أو اتنين يتبين إن نصاب فيعدلوا عنه. يعني مفيش واحد وبعدين يقولوا ده الدجال ويمسكوه ويظبطوه ويظبطوه عنده ويعملوا المسائل دي. أما مسائل إن الجن ومش الجن والجن، الجن لا عمل له إلا أن يمس، والمس اللي هو يجيله بالحكم ونقضه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى الشيطان ما بيلبس ما يدخلش جوه، ولكن يوسوس، بس يوسوس يوسوس. ولذلك من الإنس برضو من يوسوس، من الجنات والناس. يبقى كل واحد يوسوس للإنسان وسوسة تغريه بمعصية، يبقى الشيطان شياطين الإنس أو شياطين الجن. ربنا سابهم لله، قال لك لا، إما ينزغنك من الشيطان نزغ ومستضعفك، بين له أنك في حضن ربك القوي. إذن هو لا يتمكن إلا من الإنسان الضعيف بالوسوسة. ولذلك شوف الجدل هيجي في يوم القيامة، جدل بين الشيطان وبين من أغواهم، يقولوا أنت اللي عملت فينا. يقول أبدا، وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي سلطان أرغمكم على العمل ولا عندي سلطان أقنعكم بالحب، لا دي ولا دي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنت قلت له عن تشويره، ما أنا ماليش دعوة بكم خالص. يبقى إذن الشيطان يوسوس. لما ربنا علمنا قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. معنى استعذ بالله يعني إيه؟ قال لك قد تكون ضعيفا أمامه لأنه يستغل شهوة نفسك ويجندها ضدك، فروح خذه أنت بإيدك إلى الأخوة مني منك ومنه وهو الله. ساعة ما يسمع اسم ربنا يفر. أنا قاعد مثلا في البرندة بالليل، لقيت واحد حرامي ماشي، قلت احرب. يعمل ايه؟ يهرب. يقول لك ده يمكن صدفه، قايم صدفه يكوح. جه تاني ليله وبرضه قلت احرب، قال لك لا ده رقمني. يقوم يروح سايبني ويروح لواحد لبخه تاني. الله. ولذلك يجي في الصلاه. ليه في الصلاه؟ لان ده امتع وقت للمؤمن مع ربه، يوم عايز يفسد عليه هذا العمل. وعشان تعرف ان الشيطان خايب وكيده ضعيف، بس هو بيستغل غبائنا وغفلتنا، ان الشيطان لما جه يجادل ربنا بعد ما اطرده بالجنه وقال له بقى انا انطردت بسبب مين كان؟ بسبب الانسان. لا، ادم. بسبب ادم. خلاص، قال له ما دام عملت فيا كده بسبب ادم لازم اتسلط على ذريتي كلها. لا أغوينه أجمعين كده كويس. فمن خفته ألقى أسلحته أمام ربه وقال له ده هعمل كذا وأعمل كذا. ولو كان شاطر كان دكن الأسباب اللي عايز يعملها، ولكنه بات مكشوفا. مكشوف القصد. لا، ده عشان يبين خبتنا في سماعه، ده انكشف. قال إيه؟ قال لآتينهم من بين أيديهم، أمامهم يعني، ومن خلفه، وعن أيمانه وعن شمائله. هذه خطة من خططه، يعني يلاحقه مرة يجي قدامه فيغريه بما أمامه من الأمال، ومرة يجي من خلفه يزعله من الأشياء اللي حدثت له كده، يعني يجي له من كل حتة. نقول له طيب إبليس اللي بتعمل خطط،
يلي اعمل انك وادفر. طب ست الفوق والتحت ليه؟ طب الجهاد ست، الجهاد كام؟ ست. ست انت قلت اربعة بس. نعم. قلت بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، خلاص ما قلتش الاولانية ليه؟ قال لك ابن الكلب ما قالهاش، لان الذي يرفع بصره دائما الى عز الربوبية والى نفسه في ذل العبودية لا يأتي له الشيطان ابدا. الله. ما يجيش. ما يجيش. الله. طيب وبعدين قال له ايه؟ قال له انا مش هقعد على بقى على الخمارة عشان اشور لناس يجوا الخمارة، لا انا هقعد عند الجامع عشان اقول للناس ما تجوش. ولذلك قال ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، لانه اللي على الصراط الغير مستقيم مش عايزني، ده جاهز، ده جاهز، انما انا هروح فين؟ ولذلك ساعه ما يجي الصلاه يروح نروح ناخده. خيرتنا احنا انه نروح مدينا الخيط ونقعد اكر، هو يسيبني اكر ويروح لواحد تاني، انما لو انني بمجرد محبه يخرجني من الخط المستقيم فاسته قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول فاسني، يبقى عمال بيقول خططه وبيقول خططه وبيكشف ورقه ودليل على انه غبي. ثانيا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يسلط شرا على خير لا يمكن انه يسيب الخير بدون درع، والا تبقى ربوبيه ناقصه. ما دام ربنا عارف ان في ناس هيجوا بشر لازم يعمل لاهل الخير دروع، قال انا باعت لكم معقبات بين يديكم ومن خلفكم يحفظونكم بامري انا، فلما يكون بيعمل ليه عشان يحفظني من منزل نقول لك العين عليها حارس، يا سلام الواد مش عارف ايه وشدش حدش تلقاه الله، يبقى اللي بيعمل لي كده يمكن مني حد يضرني؟ مش ممكن. يبقى اذا كل اللي بينقال فيه دي كلام نصب. نعم فضلت الشيخ. نعم. هل يسكن الجان جسد انسان؟ ما شو قلنا هما وفقا للي حضرتك قلت. ايوه. ولكني شاهدت هذا الرجل كذب، يعني يحتال ويسمع. كنت تعالى شوفهم هنا واحنا بنضربهم، بيضرب في النساء ضرب مبرح. هنا ضربناهم، هات الزخمة يا ولا اللي هنا اللي بنضربهم به، ويعمل ويغير صوته ويعمل وبتاع، ولما تديله بقى ما تفسير هذا الكلام؟ ما تفسير هذا الكلام؟ تفسير هما دول كل واحده العفاريت مع الرجاله اكتر ولا مع النسوان؟ مع الستات. اشمعنى بقى؟ يعني الشيطان خايف من الرجاله؟ لان الستات هم اللي لهم حيل. نعم. وعايزين بقى يقول لك كذا وعايزين كذا ومش عارف، والراجل لو يجي كلام يقول لك حسن عيح سيبها احسن العفاريت تيجي. لما جت هنا هنا في المسجد اهو، وبعدين قالت العفريت اللي عليها انا شفتها انها كدابه، لانها بمجرد ما دخلت باب الجامع راحت متمدده ومرميه بقى، كان يعني على ميعاد مظبوط يعني على بس قمت انا قلت للراجل جوزها كلام بقى، يعني قلت له صح الست دي عندها عفريت والعفريت بيغير منك عليها، اوعى تقدم لها لا يعورك. قال له ازاي؟ قلت له والله بيغير منك، اسال الولد اهو. بعد اسبوع هي اللي جت قالت العفريت راح مني، لان الراجل ما الراجل ما راحش. فمسائل كلها كذب 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 كلها. نعم. ونخلص ايضا فضيله الشيخ من هذا الحديث الشيق الى ان الجان لا يسخر لخدمه انسان. نعم. هل يسخر الجان لخدمه انسان؟ بقول لك الجان اما لا يسخر الا لك. استنى، اما طائع واما عاصي. الطائع ما يجيلكش انت. الطائع شغله مع ربه. انت تقدر تسلط واحد تخير على انه يضرب واحد رصاصه ولا يضربه على عدوك؟ تقدر؟ الراجل الطيب تقدر تسلطه انه يضرب واحد على مزعلك؟ ملوش في الكلام ده خالص ابدا. وبقى والشيطان بقى يأتمر بامرك؟ ده بيني وبينك عداوه. ولذلك هناك الايه صريحه في القران، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك لا يموتون بخير ابدا، وتلاقي شكلهم غبي واولادهم مصابين واللي اعور واللي اعمى واللي مكسح، ولا يموتون بخير ابدا، لانه ظن انه يستطيع ان ياخذ قوه الجن ليخفيها. تقول له لا، ربك قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اتعبوهم، كان فاهم ان هو هياخذ يعني سلاح قوي
وياخد الخزن بقى ويجيب له الفلوس ويعمل له. ولم يسخر الجن الا لخدمه الا لسليمان.